السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع نسرين كويزين دو نسرين. جيتكم في روتين المسائي، صباح خرجت ودخلنا على 5:30 ولا 6:15 تاع العشية، جبنا معنا شوية قضيان كانوا خصنا، يعني قضيان خفيف وظريف، ياغورت، حليب، هنا شينا شوية تفاح، كان عندنا يعني شوية، شينا شوية تفاح، شوية خبز أنا قطعته في السلة، والبيض، وهنا شينا شوية تاع الدجاج اللي كيما كنت لاحظوا أنا نشري كويس ونشري صدر دجاج وحده. هنا اليوم جبنا كبد تاع الدجاج، عبالكم مليحة بزاف سورتو اللي عندهم لانيمي، سواء الكبار ولا الصغار، وخصوصا ولادكم كي يكون عنده لانيمي، كبد دجاج أحسن من الكبد العادية. هذا راه غرنوك، ما بيشوش يقولوا له يعني ريه نورمالمون، شريناها ودوك ان شاء الله نشاركها معكم وصفة في فيديوهات تانين. هنا قشرت البطاطا وراني راح نقطعها عادي، يعني اول حاجة رجعت دوزاني اللي قضيت كلش رجعتهم في المطبخ، ومن بعد ان شاء الله كملت قطعت البطاطا. وهنا سكالوب تاعي درت كمية اللي راح نحتاجها دوكا، درتها شوية في الليمون وشوية في الخل يعني باش تنقع عليه ويتنحاو كامل الميكروبات. عبالكم البنات الدجاج قد ما عقبناه ونظفناه توجور نخافوه. وبالنسبة للقضيان انا قلت لكم يعني ما نقضيش كل يوم، ونقضي يعني بالشهري وبالاسبوعي وكل حاجة، بصح تقريبا كي تخلص لي الحاجة ولا نشريها، يعني ما رانيش متمسكة بروتين ولا ميزانية اللي نطيب بها. وديما قلت لي نسرين ندير لنا ميزانية، بصراحة البنات انا ما نقدرش ندير لكم ميزانية، لانه الميزانية كل واحد كيفاش يتصرف، كل واحد كيفاش يقضي. هنا خليت لها فيديو سنحكي معكم كل واحد والمدخول تاعها ولا المدخول تاع راجلها، يعني ما نقدرش انا نقول لكم صرفوا قيز جملين ونص وانتم كابابل الشهريه تاعكم تكون 10 ملايين، كابابل انا نقول لكم صرفوا 4 ملايين تكون الميزانيه تاعكم 2 ملايين ونص. كل واحد يتبع الميزانيه تاعه ويتبع مصروف ويتبع جيبه، وما كاش من هالبنات اللي بصراحة رانا في وقت بزاف صعيب، يعني يكونوا غير زوج في أفراد العائلة ولا ثلاثة ميزانية تاعهم تفوت 5 ملايين. بصراحة مع لي شارج تاع التريسيتي والغاز وكل حاجة، ما كانش من هالي عندها الأولاد وعندها كل حاجة ما تقدرش الميزانية تاع 3 ملايين. بصراحة ربي يحسن العون تاع كل واحد فينا. هنا يا راني ندير للصدر الدجاج تاعي، راني ندير له الكاري فلفل اسود، وندير له زنجبيل وتابل تاع الشاورما والملح كيما قلت لكم. نقول الموضوع تاعنا بالنسبه يعني للميزانيه، راهي المجتمع تاعنا ولا الوقت اللي رانا عايشين فيه بزاف الغلاء، يعني ربي يحسن عون كل واحد يا ربي، وربي يرزق كل واحد. داك البطاطا تاعي تقلى، هنا الزيت تاعي بعد ما سخنت لي مليح راني نقلي هذاك سكالوب ديالي. جست هنا جبت باسينه درت فيها شويه خل، هذه ما على باليش البنات الكلوه تاع الدجاج اذا ياكلوها ولا ما ياكلوهاش. بصراحه هنا ننقي الكبد تاعي، نحي منها هذوك العروق، هذاك الدم الزائد، والقلب يعني اكيد ناكلو على بالي ملي ياكلوه القلب، انا من محبين القلب. راني نقطع فيه وننظف فيه، نحي الدم ونحي الشحمه الزايده. بصراحه البنات يعني 4 حبات تاع كبده مع 4 حبات تاع قلب جاو بفاميل، يعني هكا باش تفهموني. وكل واحد يعني قلت لكم، وهذيك ليا كيلو ب13000، يعني رخيصه خلاص. الواحد ياكل وحده ليا راهي مليحه، صدقوني البنات عندها فائده هايله والله. اللي عنده لانيمي وكامل ياكل قلب، ياكل كبده، ياكل ليا، ياكل العدس، ماشي غير هاد هما اللحوم، يعني العدس حتى هو مليح. الياغورت يعني يعوض بالحاجات، الفول، الحمص، هادو كامل يعوضوا يعني فيهم الحديد، البقوليات كامل فيهم الحديد كيما الفوائد تاع اللحم. هنا بعد ما غسلته ونقيته مليح قطعته، وفوالا ندير له غير الملح وندير شويه زيت زيتون، ونعاود نقليهم نخليهم يطيبوا لي على نار هاديه. انا نحبهم هكا كي يتحرقوا، نحس ما بيش انا الكبده ما نحبهاش بزاف، بصح كي تكون طيبه مليح ناكلها. واش ندير؟
هنا طابت لي البطاطا، راني حنقطعها مليح، لازم البنات تقطعوها مليح من هذيك الزيت باش تتخلصوا من الزيوت، مع انه انا ما نحبش بزاف نقلي البطاطا ولا اي العفايس، صح كي نخرج نعيا ونعجز باش ننصب. هو الواحد لو كان ينصب بالك يخرج عنده الوقت وطيب له الماكله وبسرعه وما يعياش، بس انا نعجز ننصب. اذا لاحظت انه روتيناتي اللي نخرج فيهم كامل نواسي فيهم. هنا البنات هذا هو يعني صدر الدجاج والكبده تاعي طابت، راكم تشوفوها شتيتكم كامل خياتي بالصحه والهنا، لي فريت وهنا شوربه تاع عسل العصفور اللي كنت درتها يعني في الثلاجه ونسخن فيها بما انه البرد، حطيت شويه فواكه التفاح يعني التشينا الخبز، وهذه هي ديك الحلقومه اللي شاركتها معاكم حطيتها لكم البارحه، رائعه والله ننصحكم تجربوها بزاف بنينه. بالنسبه انا نقول لكم البنات اللي فيها السكر العادي، هذاك السكر العادي ورايح يدوب، يعني راني نعطيكم استيوس ونصيحه، او رايح يدوب تلقاوها شويه يعني هكاك فيها الميديتي بصح بنوات كوكو، هذاك السكر بالمايزينا تقعد لكم هايله. بعد ما تعشيت جست لهذاك الدجاج لانه ما حبيتش نخلط ونغنجق على روحي، قلت خليني حتى نكمل نتعشى، اخي يقول لك تشبع الكرش تقول راس غني. على هذه قلت خلي حتى نكمل. هنا البنات يعني شوفتهم بالشاني مو كيما كنت تلاحظوا، لانه كويزينيير تاعي ما باليش كانت مسخه، ماشي مسخه مسخه، دفقلي فيها السكر كيما درت فيها هذيك الحلقومه او اتكراميل ولا كراميل. قلت غدوه نتوايها معاكم وان شاء الله نشارك لا فيديو كومبلي في التنظيف تاع الكويزينيير ديالي. على هذه شعلت شانيمو ديالي مع انه ما نحبش نشلوط به، باسكو كان نحب ندير الحلويات وهو بخاتيك بزاف مليح، يعني هاي لهاد العفسه تاع الشانيمو اني نقيه مليح. حنا البنات لي سبحان الله كاين مرات ما نحوش حنا هذاك الرجل هذا التحتاني تاع الدجاج، صدقوني البنات وراه يعطي زفره في الطياب، على باليش ما تجيش كاع بنينه. حنا نقيته ونحيت له هذاك الشعر كامل، بعد ما نزيد نعاود له المره الثانيه، المره الاولى ما كنت نصور عيطوا لي في التليفون تكوبالي لا فيديو. بعد ما تنقى كامل هنا انا استكشفت انه مازال لي شويه تاع الشعر، قلت خليني نعاود نحرقه بهذه الطريقه. يعني قلت لكم هو بخاتيك هايل، يعني بصح ما باليش انا هنايا نحي هادوك تاع الدجاج ما نحبهمش، كي نطيب بهم نموت، ولو كان زعما نجي ناكل ونلقاهم ما نحبهمش، نحب نقيهم ومن بعد كي نطيب نطيبو عادي. انا هاد الدجاج حنقسمه يعني نورمال، مش حنحي منه هذوك العظيمات. هاكا نقسم الفخذ الثاني، وحنعطيكم واحد التدبيره رائعه باش تتهناو من رائحه الدجاج، هذيك الزنخه تاع الدجاج كامل تتهناو منها. شوفوا البنات عندكم يا اخي شتو انا وقت التشينا والمندرين والقارص، حطوا هذاك القارص تاعكم في الماء والدجاج وخلوه حوالي نص ساعه، صدقوني حبوباتي ينحي كاع هذيك الريحه وينحي هذوك البيوضه تاع الدجاج اللي داخل. هنا نص حبه تاع الليمون درتها كامل هذاك السيترون الداخل. شوفوا الدجاج تاعنا كيفاش بياض ونظاف، يعني رائع. انا هنا راني رايحه ننقيه، نعاود نغسله المره الثانيه ونخليه يقطر لي، من بعد نديره في اكياس ونديره في الثلاجه على حسب افراد العائله تاعك، يعني كل واحد. قلت لكم انا ما نحبش الميزانيه هذه وتخربيق، ما نحبش نديره. هنا البنات شوفوا الماء شحال عندي من الصباح، باسكو خرجت الصباح وما غسلت حتى حاجه، ما كانش عندي الماء حتى جيت يعني دوكا وتعشينا ونقيت حالتي وكلش، يعني غسل الماء كما كنت تشوفوني ندير الجافيل اللي هلكت حوايجي بالجافيل، ربتي كاع قصتهم بالجافيل. هنا راني نغسلهم، يعني راني ندير تزريب لا فيديو، ربي يرزقني ونشري لا فيسيل ونتهنى من غسيل تاع الماعن، يعني تجيني غير حاجه صغيره.
ولا حبوباتي انا هنا يعني نغسلهم عادي، يعني راني نقص يعني نقص ونغسل، لانه البوتاجي تاعي كان معمر بالماء، راني نمسحو بيان، مسحته بالجافيل بوتاجي ونخليهم يقطروا. صراحه البنات انا كي نغسلهم في الليل نخليهم يقطروا، والصباح نرجعهم بلاصتهم، يعني نعيا ما نحبش نقعد وقفه وقفه. بصح هكا كي تغسلوا الماء في الليل تحسوا باللي المطبخ تاعكم نظيف وتتهنى وتنوضوا الصباح اليز. وهذا هو الغرنوق اللي شريناه كيما قلت لكم، او 13 في الكيلو البنات، ما هوش غالي والله بنين. هنا غليت الماء ديالي وحنديرو يغلى. علاه نديرو يغلى البنات؟ باش تنحالي هذيك الرغوه ديالو ويجيني ساهل باش نقطعو. هاكا شوفوا هذيك الرغوه اللي تبدا تخرج هذه كامل انا نحيها، يعني الزنخه لازم نحيها. وراني رايحه نعقمه بالخل، يعني لازم يتعقم بالخل. يعني بكمية تاع الخل ونخليه هذوك، هذوما الزفر عليك تشوفوهم اللون الاخضر وكامل، هذو لازم تتنحاو باش تجيكم يعني من بعد كي نطيبوها. مش حنطيبوها دوك، نطيبوها في هذه السمانه باذن الله نشاركها معكم. اول حاجه حنطيب لكم لي زابان هالجمعه ان شاء الله، نشارك معكم هذا الكروتين. هنا بعد ما غلات نحيت هذيك القشره الزايده اللي تكون خشينه، يعني قطعتها. هاكو تشوفوا كيفاش، قلت لكم لا فيديو تاع لي زابا اللي طلبتوهم مني وقلت لكم عليهم، نهار الجمعه باذن الله نلبي لكم الطلب وان شاء الله يعجبكم لا فيديو. هنا راني نقطعها قطع يعني دي كاري، ما همش كبار وما همش صغار، باش كي نطيبوهم شطيطحه ولا الطبق اللي راح نطيبوه تجيكم الماكله تاعكم بنينه ويجيكم الطبق بريزونطابل. بعد ما تبرد لي يعني هنا انا نخليهم حتى يبردوا لي مليح لانهم مازالهم سخونين وانا نقطع فيهم. بعد ما تبرد لي نديرهم في اكياس خاصه بالكونجيلاتور ونخليهم كونجلي، وانا متعوده نكونجلي الحاجه يتكونجلي. وان شاء الله في اقرب وقت نشارك معكم هذا الفيديو يا ربي، وان شاء الله تكونوا بخير. ونقول لكم دوكا خياتي، نتمنى يعجبكم الروتين تاع اليوم، ومع اذا عجبكم ما عليكم تبارطاجيوه وتخلوا لي جام. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه.